احنا متواجدين هلا خلف الكواليس بالمسرح الشمالي، وفيما الاجواء برا عم تلتهب بهالوصلات الغنائيه الجميله، يعني استرقنا دقائق من سفير القدود الحلبي الرائع بدر رامي، نتحدث معه عن مشاركته للمره الاولى بمهرجان جرش. اهلا وسهلا فيك بالتلفزيون الاردني بمهرجان جرش وبالاردن عموما. شكرا جزيلا، شكرا للتلفزيون الاردني، شكرا للاردن الحبيب، شكرا لجلاله الملك عبد الله الثاني الله يطول عمره، شكرا لكل الشعب الاردني، شكرا لاداره مهرجان جرش، شكرا للسيد معالي السيد ايمن سماوي على هالدعوه الكريمه. انا يمكن يخونني التعبير بس ما بعرف كيف اعبر عن مدى سعادتي وشعوري الكبير بالسعاده اني انا مشارك اليوم بمهرجان جرش، والحقيقة هذه المشاركة أنا بعتبرها شهادة ذات قيمة كبيرة بمساري الفني، وبعتبرها وسام بحطه على صدري، وإن شاء الله بتمنى أني أكون عند حسن ظن الجمهور الكريم بالأردن وبالوطن العربي. يعني أهلا وسهلا فيك بجرش وبالأردن، نورت الأردن بهالقدود الحلبية الرائعة والموشحات الجميلة اللي منتظرها منك اليوم بإبداعاتك المعتادة، مش جديد عليك، لكن اليوم احكي لنا إيش محضر لمهرجان جرش من روائع الكبير صباح فخري. يا عزيزتي يا صديقتي لينا، أنا بعيد بشكركم على هالاهتمام الجميل. اليوم نحن محضرين مفاجآت ان شاء الله، بتمنى انه تلاقي الاعجاب والمحبه من جمهورنا الحبيب اللي حاضر معنا اليوم. اكيد بدنا نغني احلى قدود حلبيه اللي حفظناها من استاذنا القدير الراحل المرحوم صباح فخري الله يرحمه، وبدنا نتذكر مع بعض هيك، ندور بنعمل هيك جوله كاننا بحديقه وعم نتنزه من مكان لمكان، ونتنزه كمان وندور من قد لقد ومن موشح لموشح، وان شاء الله هيك من منخلي المفاجاه. انا ما بدي اقول شو بدي اقدم، ان شاء الله بتسمعوا كله على المسرح، بس من احلى القدود ان شاء الله، وبتمنى اكون عند حسن ظنكم. وانا بكبر فيكم، بدر رامي بكبر بالجمهور تبعه وبالاعلام تبعكم، ومن هذا المنبر كمان بحب احيي طبعا التلفزيون الاردني، وبحيي كل الصحافه الاردنيه والصحافه العربيه، وبحيي كل أصدقائي وزملائي الفنانين الأردنيين وحبايبنا بالعالم العربي. يعني جدا شاكرين لك أستاذ بدر بسفير القدود الحلبية خليفة صباح فخري، يعني أغنيات اليوم من قدك المياس لخمرة الحب اسقنيها، فيبدو أنه اليوم بتنتظرنا ليلة جميلة متميزة مليئة بالطرب والقدود والموشحات. إليك إبراهيم من خلف الكواليس بالمسرح الشمالي.